اخبارك؟ الله يبارك. صورني انا بعكوازي بدا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واخواتي داخل الوطن وخارج الوطن، صباحكم مبروك من قلب السوق. ثلاث ولاد فارس الاخوان اقليم سطات بتاريخ 14/3/2023. تحياتي لكم الاخوان، صباحكم مبروك، الله ييسر اموركم جميعا الاخوان. تبعوا معنا الفيديو الاخوان من الاول حتى الاخر، جزاكم الله خير. الدعم ديالكم الاخوان، صحاب فيسبوك بارطاجيو، الله يجازيكم بالخير، وما تنساوناش باللايك ديالكم. جزاكم الله خير الاخوان، صباحكم مبروك، تحياتي للجميع. تبارك الله. السلام عليكم. بخير لاباس؟ بخير هاني، شي مزيان الخير تبارك الله، خير خير مليح، الله يبارك، اللهم بارك، تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك تبارك الله. ما عادش داير في السن هذا اللي في رباعي تبارك الله. هذا شحال عطاوكم اخويا الثمن اللي عطاوكم؟ هذا عطاونا فيه 100، قلنا لي 110. عطاوكم 100 كتقولوا 110 تبارك الله. ما مرشوميش هذو؟ ما مرشوميش، ما مرشوميش تبارك الله. وهذا اللي هنا تو رباعي، واش عطاوكم فيه؟ وكاش كتقولوا تو 110 110. وهذا اللي عند عمي 120 تبارك الله، الله يبارك. واش شكون في سنه؟ يلا يلا جيب ستاتيات تبارك الله، الله يبارك. تخلي النمره ود عمي لما تباع، تخلي النمره لما تباعوش في السوق عيطوا لك بعض الحباب تبيعوا وتشراوا مع راسكم في التليفون صافي. يلا مرحبا، قول 0682 27 75 75 83. البلاصه فين؟ هنا في ولاد فارس. اي تبارك الله، ولاد فارس الاخوان، اي تبارك الله الاخوان اللي عجبو شي بحال من هنايا، الا ما تباعوش حق في السوق الاخوان اتصلوا بيه. ها اي الا اي كانوا بعض العشاء قال الاخوان تبارك الله، راه حاليا هذو الاخوان تبارك الله، الله يبارك. كل شيء الاخوان يمشي للعيد، يمشي للفحله، يمشي لكل شيء تبارك الله. الله ييسر لك اود عمي، الله ييسر لك بهذا الخير. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. احوال ملاح الاخوان، الله يبارك. كيداير اخويا؟ بخير مالك؟ شي مزيان الله يبارك. شحال عطيتكم اخويا؟ ها مازال مازال على الله. الله يسر لكم خويا، الله يسر، الله يبارك تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك تبارك الله تبارك الله. قول لي اخويا اش دايره في السن؟ واش والده تبارك الله؟ كاينه الرباعيه وكاينه السادسيه وكاينه شي ثمانيه اللي والدين خرفان. ثمانيه والدين خرفان، سبعه والدين الحوليات، وسبعه والدين الحوليات تبارك الله. السن دي السن ديال دي رباعيه وستاتيه والجموع، جموع صغير تبارك الله. اياه الثمن شحال عطاكم؟ 45. عطينا الاخوان، عطينا الاخوان في النعجه 2250 درهم تبارك الله. الحوليه الاخوان راه عاطينهم 5000 درهم. الحوليه اش داير في السن؟ ستاتي تبارك الله. الحوليه راه ستاتي الاخوان، عاطينهم 5000 درهم، الله يبارك تبارك الله. تخلي النمره اللي ما تباعش هنا في السوق، بغاو بعض الاخوان يتصلوا بك. هي قول 0054 27 27 11 35. البلاصه هنا في ولاد فارس البروش، تا في البروش. هي الله ييسر الامور، الله ييسر اخويا، الله ييسر تبارك الله عليك، الله يسهل الامور خويا تبارك الله، الله يبارك تبارك الله تبارك الله. مع شحال سمعتوا خويا؟ باقي يلا دخلني يلا مازال على الله. يا تبارك الله، شنو الثمن؟ 38. ها 38 ياك، 38 البيع ديالهم 38 1900 درهم تبارك الله. شحال مخروفهم هنا؟ هادو 16 16. واخا تخلي النمره اللي ما تبعوش هنا في السوق يعيطوا لك بعض الاخوان، وديك الساعه تفاهموا في التليفون، الله ييسر لكم. قول 06 06 47 48 78 78 18 60. بلاصه هنا في ولاد فارس سيدي حجاج ولاد مرا. حيه تبارك الله، الله ييسر لكم خويا، الله يجيب تيسير تبارك الله عليك، تبارك الله عليك تبارك الله الاخوان تبارك الله، اللهم بارك تبارك الله، الله يبارك، اللهم بارك تبارك الله. قول لي يا ود عمي اش داير في السنه دي تبارك الله؟ رباعيه سداسيه فيها شي حاجه
4 و6 شي حاجه اللي جامعه تبارك الله. شو هذا ولا استاذ خرفان والاستاذ الحوليات؟ استاذ خرفان الاخوان واستاذ الحوليات تبارك الله. الله يبارك. الثمن 55 اخوان سامعين لنا 2750 درهم تبارك الله. الله يبارك تبارك الله. 2750 درهم تبارك الله. البلاد ديالها الله يبارك. المرقد ديالها من هنا ودع الله تبارك الله. الله يبارك تبارك الله. سنان الحليب هذا ودع الله. سنان الحليب تبارك الله تبارك الله. الله يبارك. راه واكله الربيع تبارك الله. ربع عينيه هي تبارك الله. الثمن ودع الله شحال سمعتوا؟ يلا خدينا 63 يلا خذوها الاخوان 63 هيا تبارك الله تبارك الله. الله يبارك هيا تبارك الله. 63000 الاخوان النشره ديالها 1150 درهم تبارك الله. هيا الله يبارك تبارك الله. مليح المليح عاود عمي المليح تبارك الله تبارك الله تبارك الله. المرقد ديالها منا المرقد ديالها من هنايا منا تبارك الله. ولاد فارس ولاد فارس هي تخلي النمره الاخوان لما تباعتش هنا في السوق. مرحبا راه كاين شي حاجه اخرى في الدار. مرحبا يلا قول النمره ديالك. النمره 06 06 64 69 39 41 01 هنا في ولاد فارس. ولاد فارس هي تبارك الله عاود عمي. الله يسر لكم الامور. الله يسر الله يسر احفظك تبارك الله. تبارك الله خرفان زينين مزردين تبارك الله. سير الله يسهل الامور خويا. الله يسهل تبارك الله تبارك الله الاخوان. الله يبارك. هذا خويا شحال تكون عنده دابا تقريبا 5 اشهر؟ شحال تكون 5 اشهر تبارك الله. هذا الحق العيد الخير هذا تبارك الله ان شاء الله باذن الله. شحال اخويا انت؟ 47 الاخوان هنا 2350 درهم الاخوان تبارك الله. الله يسر لكم خويا. الله يجيب تيسير الله يجيب تيسير تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اصبح السمر اخويا تبارك الله. اي زيد شويه السمر تبارك الله. كل سنه حليب ودعم كل سنه حليب تبارك الله. اياه تبارك الله تبارك الله. اياه الربيع راه مربع ود عمي تبارك الله. الثمن ود عمي هنايا خدناها ب 54 هذه الاخوان راه مشريه 2700 درهم. 54000 تبارك الله. 2700 درهم 2700 درهم مشري ديالها الاخوان تبارك الله. تخلي النمره ود عمي. لا يلا يلا قول 06 23 57 25 شحال في الاخر؟ 56 في الاخر. اي تبارك الله تبارك الله. الله يبارك. عنده سلعه الا بغى شي سلعه. ياك مرحبا. هي مرحبا. هي مرحبا تبارك الله تبارك الله. الله يبارك الاخوان. الله يسر الامور تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم. تبارك الله. الله يبارك بخير كلشي مزيان امور هانيه. الله يبارك فيك تبارك الله. مع شحال الثمن هذا؟ هذا خدينا ب 52000. 52 اه عطينا زيد بها 4000 ربع اللي عطاوكم المشري ديالو الاخوان 52 عاطينهم 200 درهم ربع. وهذا انا ما معاش هذا. لا لا غير هذا وحده. اه هذا وحده اللي هنا. اجاك اجاك مزاحم تما كاين. اه تبارك الله تبارك الله. اي تبارك الله. الله يبارك مليح. اي مليح. تخلي لنا الدار السي راشد. ها غادي بيه للدار. غادي بيه للدار. اي تبارك الله عليك. بغا تكسبيه لا ما كنقولش. اي تبارك الله. سير الله يسهل عليك اود عمي. الله يجيب تيسير تبارك الله. ما شحال عمي؟ 118 واش 118 عمي المعطى المشرى؟ 118 باش شريتوه مولا اللي عطاو؟ ها؟ 112 المشرى. المشرى ديالهم الاخوان 112 5600 درهم. 5600 درهم تبارك الله. 112 الله يسهل الله يسهل الله يسهل عمي. الله يسهل. الله يجي تيسير
هذه من تونس. تبارك الله. من تونس. سنة الحليب. سنة الحليب. خذوه مع السيد. تقول شحال عام؟ شحال؟ 57. 57. على 20. قلنا له حنايا قطعنا ب 60 و57 قال لي معطيه. ما عليك شعب. عطينا 2850 درهم الاخوان. تبارك الله 57000 اللي معطيه فيه. تبارك الله. البايش معانا شويه. الحمد لله خير مولانا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. واش كتقول للمشاهدين اللي كيشوفوا؟ الله يحفظهم. تبارك الله عليك عمي. تبارك الله عليك. الله يسر لك عمي. الله يسر لك عمي. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الثمن سوق الثمن. كل شيء زين. الثمن. الثمن طالع ولا هابط؟ لا غادي بسرعة. أدير في المقدمة تنشعل. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك أود عمي. الله يسهل أود عمي. تقول لي هذه الشام مزوقة بالحمر وبالخضر. أودي راه. ياك. 10 رايكم وليدي 10 تبارك 10 45 باش 45 المشره ديالها المشره ديالها تبارك الله كل سنه الحليب هذه سنه الحليب كل سنه الحليب سنه الحليب تبارك الله سنه الحليب باقي راه ديال الربيع راه مربعين مربعين هي هذه الاخوان قلتي المشره ديالها 45 عاطينهم 50000 فرنك عاطينهم 10000 هذه المشره ديالها الاخوان 2250 درهم عاطينهم دابا 500 درهم ياك 10000 عاطينهم 10000 ريال الاخوان تبارك الله وما 8 ياك 8 6 6 تبارك الله تخلي النمره لما تبيعوا السوق اود عمي مرحبا انا ما كنديرش هاد الماركه كندير شي حاجه مليحه ياك تشراك شي دوسه صافي هو معليش خليتي يكون عندك مليح ان شاء الله تخلي النمره خلي النمره يلا قول قول النمره 064 064 32 32 33 68 تبارك الله عليك سلم لي مصعدنا من القراق الله واش غدير واش غدير نجي نشوفوا الحكايه على حساب باش توري الناس اي شوفوا الناس السوق كيفاش دايروا صافي داكشي غالي وهي الله يصوب الله يصوب الله يصوب تبارك الله عليك تبارك الله عليك سلمي على الوليد اللهم يسر اللهم يسر تبارك الله الاخوان الله يبارك هادو عجوله ولا عجلات ولا عجلات اخويا عجلات بثلاثه تبارك الله شحال عطاوهم سيدي عطاونا 145 الوحده عطاوهم الاخوان 7250 درهم الوحده 145000 الوحده تبارك الله تبارك الله الله يبارك الله يسر لك اود عمي الله يجيب تيسير تبارك الله عليك تبارك الله عليك الحمد تبارك الله مية وستين الإخوان هذا 8000 درهم معجل تبارك الله الله يبارك تبارك الله الله يسر لك خويا الله يسر لك ستة الله يجيب تيسير تبارك الله الله يبارك هذا خويا عجول ولا عجلات؟ عجل وعجلة خويا عجل وعجلة تبارك الله شحال الثمن عطاوك؟ عطاوني خويا 40 عطاوني 42 العجل العجل عطاوني 140 العجل 140 والعجلة؟ العجلة 42 142 تبارك الله العجلة الإخوان 7000 درهم العجلة 7100 درهم تبارك الله الله يبارك تبارك الله 40 ريال تبارك الله الله يسر لك اود عمي الله يجيب تيسير هادو ما ديالكمش هادي اللي بهنا 5100 درهم وهاد جوج الاخوان 1,010,500 درهم عجلات هادو عجلات عجلات تبارك الله الله يسر لكم اود عمي الله يجيب تيسير الله يجيب تيسير